السلام عليكم. النهاردة هقول لكم ازاي تعملوا كوكاكولا بمكون واحد بس وفي دقيقة واحدة بس. الاول احب اقول لكم اني شفت قبل كده فيديوهات كتير جدا عن طريقة عمل الكولا والفانتا والمشروبات دي كلها. للأسف في الفيديوهات دي بيطلبوا مكونات كتير جدا، مثلا سكر، ماء، صودا وحاجات تانية كتير. وفعلا انا جربت كذا طريقة منها، للأسف طلعت كل الطرق دي فاشلة تماما، وده لان الكولا والمشروبات دي بتكون خلطتها سر من اسرار الشركات المصنعة. عشان كده بنشوف في شركات كتير حابه تقلد المنتجات دي باسماء تانية، بس طبعا الطعم بيكون مختلف. حتى المنتجات المقلدة دي السر بتاعها برضو بيكون سر، يعني ما فيش اي حد بيعرفه، لان خلطة الكولا والفانتا والسيفن والحاجات دي كلها مستوردة، يعني هي بتيجي جاهزة وهم بيضيفوا عليها مكونات بسيطة زي المية مثلا فتتحول لكولا، انما سر البودرة دي محدش يعرفه. عشان كده انا بقول لكم ما تصدقوش اي فيديو مكتوب عليه طريقة عمل الكولا. وطبعا الافضل لينا كلنا اننا نستغنى عن المشروبات دي، وبالذات الحوامل والاطفال لانها مضرة جدا، وبالذات اللي عندهم اطفال ومش قادرين يمنعوهم يبقى نص كوباية في اليوم بس كده كفاية، لانها فعلا بتسبب امراض كتير زي هشاشة العظام والسمنة. والسلام عليكم.